هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة. أسعد الله مساءكم مشاهدينا بكل خير، أهلا بكم معنا في حلقة نهاية الأسبوع لمسار السوق لهذا اليوم. أتواصل أنا مؤمنة فعور وزميلتي رولا الطراونة بتقديم هذه الحلقة. يسعد مساكي. أهلا مؤمنة، وسيترافق معنا في تحليل أداء السوق الخليجي وكذلك الإماراتي تحديدا ضيفنا في استوديو البرنامج السيد وضاح الطه، وهو عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد CISI بدولة الإمارات. أهلا ومرحبا. أهلا بكم. أهلا وسهلا. ونتناول معكم تفاصيل إغلاقات الأسواق الخليجية ما عدا السعودية بعد تذكير بأبرز العناوين. تراجعات جماعية للأسواق الخليجية في جلسة نهاية الأسبوع، هبوط حاد في المؤشر القطري باللحظات الأخيرة، ودبي يفقد 3% خلال أسبوع. بهدف تعزيز الرقابة، جهاز قطر الاستثمار يستعد لإطلاق أكبر عملية إعادة هيكل منذ العام 2014، تشمل استثمارات في شركات محلية بقيمة 100 مليار دولار. وفي تقييمات الشركات، موديز تثبت تصنيف اتصالات الإمارات مع نظرة مستقبلية سلبية، ووفد من فيتش يتجه إلى الكويت لمراجعة التصنيفات. أهلا بكم مشاهدينا. اليوم الأسواق شهدت بعض التراجعات متأثرة بتراجع أسعار النفط بعد ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية، والتي أثرت على أسعار النفط بتراجعات فقط نسبة 2%. اليوم الأسواق كانت متأثرة بتلك التراجعات بالرغم من الإيجابية التي طرحها الفيدرالية عبر تقريره طبعا الشهري، بأنه قد يكون هناك مستقبل لرفع الفائدة خلال الشهر المقبل، ولكن هذه الإيجابية لم تأتي أو تؤثر على الأسواق الخليجية. لدينا المؤشرات في الكويت على تراجعات 17 نقطة المئوية على السعر، يخسر اليوم 39 نقطة، 1.4% من الخسائر التي تكبدها المؤشر الوزني عند 356 نقطة. أما المؤشر القيادي 15 فتراجعات وصلت إلى 1.16 نقطة المئوية. مع سيولة اليوم كانت جيدة في السوق الكويتي، والتي قاربت إلى مستويات 11 مليون دينار كويتي. بالنسبة للمؤشرات الإماراتية، تراجعت اليوم 1.7% في سوق دبي المالي بقيمة 55 نقطة من الخسائر عند 3229 نقطة. أحجام وقيمة التداولات في الأسواق الإماراتية كانت ضعيفة جدا. سوق دبي المالي وصل إلى 337 مليون درهم إماراتي، ومؤشر سوق أبوظبي سجل تداولات وصلت إلى 132 مليون درهم. واليوم تراجعات طغت على مؤشر أبوظبي، وصلت إلى نسبة 1.8% تقريبا عند 4235 نقطة. كنا قد شاهدنا عمليات من التذبذب الواضحة على الشركات القيادية، وعلى رأسها سهم أرابتيك الذي سجل تداولات نشطة خلال هذا اليوم، وأيضا عدد من الشركات الأخرى كدريك أنسكال والعربية للطيران، والتي كان لها نصيب من بعض الارتفاعات فقط في مطلع تداولات هذه الجلسة. سوق مسقط للأوراق المالية سجل بعض التراجعات 14% بقيمة 21 نقطة. البحرين تراجعات 13 نقطة المئوية بقيمة 3 نقاط. أما في بورصة قطر فسجل تراجعا وصل إلى ما يقارب نقطتين مئويتين بعد أن كسر البارحة مستويات 10,000 نقطة. اليوم يستكمل لكسر 9,900 نقطة ليصل ويغلق عند 9,813 نقطة بما يقارب من الخسائر تصل إلى 166 نقطة. وقيم تداولات ضعيفة جدا في البورصة القطرية وصلت إلى فقط 230 مليون ريال قطري خلال هذا اليوم. ونعود إلى ضيفنا في استوديو البرنامج السيد وضاح الطه. اليوم نتحدث أكثر برؤية شمولية عن أداء أسواق الإمارات مقارنة بالأسواق الخليجية الأخرى. إذا ما نظرنا وقارنا بالعائد على السوق خلال الفترة الماضية، كيف تصنف سوق الإمارات بين الأسواق الخليجية الأخرى؟ الحقيقة يعني في 2015 كانت مجموع توزيعات أسواق الخليج 36 مليار دولار، قياسا بقيمة سوقية تريليون و50 مليار. إذا أخذنا متوسط العائد على أسواق الخليج هو 3.4%، فإذا كان أداء أسواق الإمارات أعلى من هذا الأداء فيعتبر جيد. الحقيقة أسواق الإمارات دبي وأبوظبي مجموعة يطلع العائد على توزيعات، يعني توزيعات أسواق الإمارات إلى القيمة السوقية اليلد بحدود 4.95% عن 2015، قياسا ب 3.4% بمتوسط أسواق الخليج. إذن أسواق الإمارات من حيث توزيعات الأرباح كعائد هي أفضل
أفضل سوق بين أسواق الخليج. هذا يعطينا انطباع وهذا evidence، هذا دليل على أنه من الضروري التفكير من زاوية استثمارية، لأن هذا الكلام اللي نتكلمه قد لا يهم المضاربين، وبالتالي يحصل ما حصل اليوم. هذه التداولات اليومية السريعة لا تعطي بنتائج، مخاطرها عالية، الاستثمار طويل الأمد في اعتقادي أفضل. نعم سيد وضاح، خلال الفترة الماضية كنا قد شهدنا الأسعار في النفط سجلت ارتفاعات وصلت إلى ما يقارب $50 لخام برنت. لم نرى تأثر للأسواق الخليجية بهذا الارتفاع، ولكن حينما تراجعت الأسواق نجد جميع المؤشرات على تراجعات. لو أخذنا رسم بياني لحركة أسواق الإمارات من 2004 إلى الآن أكثر من 12 سنة، تجدين أن أسواق الإمارات تتأثر بالسلب أكثر من الأسواق العالمية وأكثر من النفط نزولا أكثر من الارتفاع. يعني لا نستجيب بالارتفاعات كاستجابتنا للانخفاضات، العامل عامل نفسي، عامل المضاربة، عامل الثقافة الاستثمارية. بالإضافة إلى هذا أنا أعتقد في الظرف الحالي عدم وجود محفزات داخلية محلية كليا غير موجود، ووجود فجوة معلومات طبيعية بين الربع الأول والربع الثاني تقود إلى هذا السلوك. طبعا هذا السلوك لا تجديه في السعودية بنفس الكيفية التي نراها في الإمارات. سنستثني السعودية، نتحدث عن كل أسواق الخليجية. كنا قد أعددنا عرض خاص على معامل الارتباط بين علاقة أداء مؤشرات الأسواق الخليجية مع أسعار النفط. لماذا الاستجابة أضعف أو كانت أقوى عندما تراجع سعر النفط ولكنها أضعف عندما ارتفع؟ نتابع التفاصيل. منذ عودة أسعار النفط إلى التحرك فوق مستويات $45، ثبات على تلك المستويات وملامسات $50، كان قد استغربنا لماذا لا تتفاعل الأسواق الخليجية بذات التفاعل الذي كانت قد استجابت له مع تراجع أسعار النفط والسرعة التي تراجعت فيها. دعونا نمر وإياكم بالعلاقة بين أسعار النفط تحديدا برنت وبين هذه الأسواق الخليجية، كيف كانت قد تحركت لدينا منذ بداية العام، والتوازي كان تحديدا في مؤشر دبي البداية مع خام برنت. أذكر دائما اللون الأحمر سيشير إلى النفط ولدينا اللون الأزرق يشير إلى السوق. كمان الحظ كان في توازي لدينا، لكن الأسرع هو النفط في الارتفاعات، هو الأعلى في الارتفاعات ولا يجاريه كثيرا السوق فيما يتعلق بنفس المستويات للارتفاع. نلحظ أنه مع بداية شهر مايو عندما وصل النفط إلى يعني مستويات كان قارب فيها التصحيح، عاد ليسجل تراجع، استمر سوق دبي بالارتفاع. نوعا ما نقول أنه مع بداية شهر مايو كان عندنا فك ارتباط جزئي، لكن تعود الأسواق من جديد لتشكل فك ارتباط أكثر، خاصة بعد وصول النفط إلى $50 وهذا الاستغراب الواضح لدينا. سوق العاصمة الإماراتية أبوظبي والاستجابة تقريبا تأتي مشابهة لدبي من بداية العام، توافق. لدينا بعض من الفجوات تظهر أكثر باختلاف، يعني النفط عندما كان يسجل عندنا مستويات عالية لم تستجب السوق بشكل كبير لهذا الارتفاع، ولكن إذا ما نظرنا إلى شكل الترند للسوق، نعم هو صاعد باتجاه النفط ويتراجع مع اتجاه النفط. فك الارتباط نوعا ما تلاقي في فترات مثل ابريل، يعني استجابة قوية تكون تقريبا هنا، ومناطق التوازي أو التلاقي تحديدا تطابق هذين المؤشرين هي تعني أنه الارتباط كان قوي في تلك الفترة. الكويت دولة ريعية تعتمد على النفط بشكل كبير جدا، الاستجابة حساسة، لذلك نجد أن المؤشر كان يسجل عندنا نقاط تلاقي مع مستويات برنت في الارتفاع، بل على العكس من ذلك تماما. يعني في فترة من فترات هذا العام تحديدا في مارس، المؤشر في السوق الكويت كان تفاعله أفضل بكثير حتى من أداء النفط الذي مع استجابته أو مع ارتفاعه وجدنا أنه السوق الكويتي استجابته أفضل، وهذا يعني أنه حساسيته أكثر للنفط واستجابة إيجابية. السوق القطري مع كل التلميحات أنه قطر دخلها لا يعتمد كثيرا على النفط، هي نعم دولة منتجة، هي دولة طرف في عقد اجتماعات أوبك ومحاولة للتوصل إلى حل أسعار النفط، لكن اعتمادها كونه على الغاز، نجد أن السوق في قطر تحركها عوامل أخرى بعيدة عن النفط، لذلك ربما هي من بين الأسواق الخليجية الأكثر اتساعا في الفجوة. القناة تتصل معنا بهذا الشكل، تأخذ نفس المسار، هذا هام جدا أنه مسارها مع اتجاه النفط، لكن الفجوة واضحة لدينا، مدى الفجوة.
التلاقي كما بقية الأسواق هذه الفترة، اجتماع الدوحة ومحاولة لأنه الأسواق استجابتها قوية جدا كانت. اللافت الانتباه حاليا سوق قطر يتداول أفضل من ارتفاعات برنت إذا ما استثنينا الموجة الصاعدة الحالية في شهر مايو. أداء الأسواق الخليجية كأسواق في الربع الأول من هذا العام الذي بدأنا نلحظ فيه استجابة جيدة من الاستقرار فوق مستويات الأربعين دولار، وهذا يعني مسار جيد على النفط. إليكم التالي: دبي كان لدينا سجل كسوق 6.5 النقطة المئوية من الارتفاع، أبوظبي 1.9، الكويت بالعكس كان سجل لدينا تراجع 7%، قطر ارتفاع فقط بنصف النقطة، ومسقط أيضا حظه كان قليل في الارتفاعات. الأسواق الخليجية تحديدا في أبريل الذي شهد لدينا اجتماع الدوحة وشهد لدينا محاولات من أجل تثبيت مستويات أسعار النفط إلى مستويات عالية، وحتى النفط كان قد استجاب بعيد عن هذا الاجتماع بعوامل العرض والطلب أكثر أن تكون محاولات تدخل. وجدنا أن الأداء في إبريل كان جيد تقريبا بحدود 4% لأغلب الأسواق، لكن بقيت قطر أيضا استجابتها أقل، وكان لدينا كسر لمستويات 10,000 نقطة وكسرنا 9,900، كسرنا كثير في إبريل. مسقط كان الأفضل أداء بين الأسواق الخليجية بمعدل الارتفاع 8.6 النقطة المئوية. مايو الأبرز لدينا، وهذه هي نقطة التساؤلات الحقيقة والشكوك، يعني استجابتنا كانت لتراجع أسعار النفط، هوت الأسواق بشكل قوي بل حتى أكثر من تراجع، وعندما عدنا نسجل ارتفاعات استجابة، يعني مايو يعني بريء من كل تصرفات السوق كونه من مطلع مايو وحتى جلسة هذا اليوم نلحظ أنه النفط بالعكس كان ثبت فوق ال 45 دولار، أعطانا مناطق سعرية عالية، ثبت نقطة الدعم على مستوى المتحرك متوسط المحرك على 50 يوم، والاستوكاستيك كان كثير مستجيب بشكل فني قوي اللي يدعم مستويات النفط على 50 و51 دولار للبرميل، وعديد من العوامل كانت قد دعمت استجابة النفط للارتفاع. ومع ذلك انظروا دبي 5.5 النقطة المئوية تراجع، أبوظبي لدينا 4.25 النقطة المئوية، الكويت أيضا قطر استمر في التراجع، يعني هذه أيضا ملاحظة هامة. مسقط هو الأكثر حظا، أذكر من جديد أمر هام جدا، نفط مسقط أو نفط عمان يتداول خارج منصة أوبك وغيرها، ومع ذلك أكيد كان قد تأثر لأنه سعر نفط عمان أيضا سجل لدينا استجابة. معامل الارتباط بحسب المعادلة كاملة تدخل فيها عوامل كثيرة، معامل الارتباط للأسواق الخليجية مع أسعار النفط أيها الأكثر قوة. طبعا أذكر أنه معامل الارتباط مع تراجع أسعار النفط كان يصل إلى 97 في بعض هذه الأسواق بالمعدل لما تراجع عنا أسعار النفط. خفت لدينا حدة معامل الارتباط في الأسواق الخليجية مع الارتفاعات لتصل إلى 79.8 بالنسبة لدبي، أبوظبي 87، يعني المتوسط نستطيع أن نقول أنه 80 لمعامل الارتباط بين الأسواق الخليجية وكذلك النفط. الأسباب لماذا نستجيب أكثر للتراجع ولا نستجيب بنفس القوة للارتفاع؟ أحد هذه الأسباب هو غياب المحفزات والاستثمار المؤسساتي، كونها الأسواق أكثر تعتمد على نطاقات المضاربية للأفراد. نتائج الربع الأول كانت دون التوقعات على الرغم أنه في أسواق حققت نمو في الأرباح، واكتتاب زيادة رؤوس الأموال كانت تسحب السيولة، وكنا قد لاحظنا أكثر في قطاع التأمين موافقات كانت بالجملة للشركات من أجل رفعها، والارتباط النفسي بالأسواق العالمية التي كانت تمر بمرحلة للتراجع، وبالعكس توصيات حتى للخروج من أسواق الأسهم سواء الأمريكية أو غيرها إلى حين تبيان الوضع، وتصنيفات وكالة التصنيف الائتماني خاصة على القطاع المصرفي ونشاط الأسهم القيادي. كانت هذه نظرتنا تحديدا على الأسواق الخليجية، لماذا استجابتها لارتفاع أسعار النفط ليست بالقوة التي كانت عليها عندما تراجعت أسعار النفط. هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة. هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة. وأهلا بكم من جديد مشاهدينا. نبقى في الخبر التالي وعن وكالة موديز للتصنيف الائتماني التي أكدت تصنيف شركة الاستثمارات البترولية الدولية أيبك ومبادلة للتنمية عند مستوى AA2 ومجموعة الإمارات للاتصالات عند مستوى AA3 ومنحتها نظرة مستقبلية سلبية. قالت موديز في مذكرة بحثية لها إن تأكيد هذه التصنيفات جاء عقب تثبيت الوكالة لتصنيفها للإمارات عند AA2 على المدى الطويل مع نظرة مستقبلية سلبية.
يعني السؤال إليك سيد وضاح، إلى أي مدى قد نرى تصنيفات سلبية مشابهة لهذه مع انعكاس التصنيفات السلبية لدولة الإمارات على مثل هذه الشركات؟ يعني أنا ربما عندي شوية وجهة نظر، ومشكلتي ذاكرة ليست قصيرة طويلة. يعني أليست هذه الوكالات التي منحت ليمان براذر قبل سقوطه بأسبوعين AA، ولم تقدم على تغيير ساكن ولم تحرك ساكنا في تغيير التصنيف قبل سقوطه وانهياره بأسبوعين؟ انهار ليمان براذر وهو عند تصنيف AA. أنا لدي تحفظ على درجة الموضوعية في توقيت الطرح. النقطة الثانية، أنا راح أترك الريتنج للدبل أي 2، لأن هذه الشركات لها هي تعتبر أذرع حكومية، واستمدت تصنيفها الائتماني القوي من التصنيف السيادي. هذا طبيعي. لكن فقط للإيضاح، أنا راجعت من موقع وكالة التصنيف، وكل وكالات التصنيف تذكر أنه نظرة مستقبلية سلبية. أخذونا بالجملة في السعودية وفي الإمارات وفي النظرة السلبية. يعني من أشوف أنه خطة الشركة الفلانية أو خطة الإمارات، حتى الإمارات، أنه غير واضحة. طيب يعني أنا ما أقدر أحيانا أنه أعطي كل شيء حتى أنتوا تقولوا لي أن النظرة معتدلة أو النظرة مستقرة. فبالتالي يجب عدم التعويل على النظرة السلبية. تصوري الشخصي أنه عدم التعويل على النظرة المستقبلية سلبية، لأن أنا معناه لازم أعطي حتى أسراري كلها درجة ما ممكن. ما هي الشروط الائتمانية؟ يجب أن تقوم هذه الوكالات بدورها حتى أتمتع أنا بمقدرة التصنيف الدبل أي 2. هذا الدبل أي 2 كافي جدا أنه تقترض بتكلفة أقل يعني. لكن النظرة السلبية هذه هنا يخلي العصا كلمة مزعجة شوي. يعني ربما بالنسبة للاتصالات، بالمناسبة السبب مختلف، ديون اتصالات شوية ارتفعت، ومعروف سبب ديون اتصالات ارتفعت لأن أخذت قرض عندما أخذت حصة أغلبية في مروك تيليكوم في المغرب. يعني لكن أنه أرجع أقول أنه حتى غموض في عدم وضوح، شنو اللي عدم واضح؟ عدم الوضوح فيها، عدم وضوح الخطة الكذا الكذا إلى آخره، سواء على التصنيف السيادي أو على تصنيف الشركات، عدم وضوح الخطة. أنا شوية هذا الجانب لا أثق به. أنا ذكرت أنت موضوع كثير مهم، التوقيت. مش بس وكالات التصنيف، حتى بنوك الخبرة. جولدمان ساكس مرتين وراء بعض أعطانا قراراته بالنسبة للنفط، وإحنا وصلنا لحد التشبع وشوفوا إحنا وين متجهين، ورجع يتكلم كمان على سوق الأسهم الأمريكية. أنا هل يجب أن ألتفت إلى هذه النظرة؟ لحظة، يعني تأكيد لكلامك، من كان عندنا تريند هابط قال النفط راح يوصل 20-18، والآن هو الارتفاع، هو ارتفاع اكسبشنال استثنائي بسبب انخفاض كندا، بسبب حرائق ولاية ألبرتا، وبسبب دلتا النيجر، الأحداث المسلحة التي أدت إلى انخفاض نيجيريا 800 ألف برميل يوميا. فالارتفاع الحالي ارتفاع طارئ مؤقت. نعم. توقيت جولدمان ساكس أنا لدي شك فيه. الارتفاع فوق 50 راح يكون artificial، مصطنع، لسبب عوامل غير أساسية تتعلق بالعرض والطلب، عوامل استثنائية. بمجرد زوالها ربما تميل أسعار النفط إلى التراجع. أنا أعتقد أنه علينا أنه نخلق إحنا فلتر وطني، فلتر خاص بنا، أنه نمرر هاي الأخبار الدولية عبر قناعات وطنية اقتصادية للتوصل إلى استنتاجات أكثر عقلانية وأكثر موضوعية. طيب أنت ربطت جولدمان أو ليمان براذر حينما صنفته وكالات التصنيف عند الدبل اي وانهار بعد اسبوعين بما يحدث الان مع تصنيفات موديز للشركات الاماراتيه الثلاثه، هل المقارنه نستطيع ان نقول مطابقه؟ يعني هل سنرى مثلا انهيارات؟ انا اقصد هنا بالعكس، اقصد ولا انت تشكك يعني فقط في الصلاحية؟ نعم، انا اتكلم عن التوقيتات. يعني هناك اندفاع مفرط. احنا الان في توالي في تخفيض التصنيفات، سواء على البنوك او على شركات تابعه للدوله. يعني في اندفاع من حيث التوقيت مفرط. انا كما ذكرت اعتقد يعني مساله الاقراض على المدى الطويل
ربما أيضا يجب أن احنا نأخذ بنظر الاعتبار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي التي هي عامل أيضا من عوامل احتساب تكلفة الاقتراض، اللي هي بشكل عام في السعودية وفي الإمارات تعتبر متدنية، ليست لا تفرض علاوة مخاطرة في اعتقادي عند الاقتراض. سؤال أخير لو سمحت لنا، ما الذي تتوقعه من تداولات على أسواق الإمارات الأسبوع القادم واللي بعده؟ أنا أحدد الفترة قبل الدخول في الصيف وقبل الدخول في موسم شهر رمضان. يعني أتصور إحنا اليوم بعد اللي شفناه أعتقد دخلنا في ترند سلبي، خصوصا في دبي بعد كسر الحاجز 253 كان سلبي. الكونفرميشن أو التأكيد ربما بداية الأسبوع القادم إذا بقينا تحت قد نشهد مزيد من الانخفاضات خلال الفترة القادمة. ونحن نشكرك جزيل الشكر سيد وضاح الطه على هذه المشاركة. شكرا. وعلى إثرائك لها، شكرا جزيلا. شكرا للاستضافة. شكرا. طبعا مشاهدينا هذه المرة نذهب إلى قطر، ويستعد جهاز قطر للاستثمار لإطلاق أكبر عملية إعادة هيكلة منذ عام 2014 تشمل استثمارات في شركات محلية تناهز قيمتها نحو 100 مليار دولار. التفاصيل في هذا التقرير. جهاز قطر للاستثمار رابع أكبر صندوق سيادي في منطقة الشرق الأوسط بأصول تصل قيمتها إلى 304 مليارات دولار. الجهاز الذي لا تخطط الحكومة لتخصيص أي أموال جديدة له خلال 2016، وطلب منه أن يعتمد على بيع الأصول أو دخل الأرباح لتنفيذ استثمارات جديدة، يستعد لإطلاق أكبر عملية إعادة هيكلة منذ العام 2014، وتشمل استثمارات في شركات محلية تناهز قيمتها نحو 100 مليار دولار. هيكلة ستحول أسهما بقيمة 100 مليار دولار في شركات محلية على غرار الخطوط الجوية القطرية وبنك قطر الوطني إلى وحدة جديدة داخلية تحمل اسم قطر للاستثمار، في خطوة تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من الرقابة. اسم جديد ستحمله الهيكلية أيضا لشركة قطر القابضة، الذراع الاستثماري الأبرز لجهاز قطر للاستثمار. الهيكلة الجديدة لن تبقي اتجاه استثمار جهاز قطر للاستثمار إلى الخارج، بل سيصبح السوق المحلي قبلة استثمار الجهاز خلال الفترة القادمة، بعدما كانت استثماراته تتركز في القطاعات غير النفطية، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية المعلنة والهادفة إلى التقليل من المخاطر وتقلبات أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية. إذن هي هيكلية تهدف إلى تعزيز التطور الاقتصادي المحلي في ظل السير باتجاه تقليل الاعتماد على الإيرادات البترولية للحد من تأثيرات تذبذبات أسعار النفط على إيرادات الموازنة العامة لقطر. عينت شركة أريد القطرية عدة بنوك دولية لإصدار سندات دولارية بقيمة تتراوح بين 750 مليون دولار ومليار دولار، حيث تم تعيين كل من بنك HSBC وبنك سيتي جروب بالإضافة إلى بنك أوف أمريكا ميريل لينش وبنوك أخرى لتنفيذ هذه الصفقة. وأيضا كشفت شركة بروى القطرية عن توقيعها اتفاقية تمويل مع أحد البنوك المحلية بقيمة 1,130,000,000 دولار لأجل يصل إلى 9 سنوات من دون أن تحدد البنك الممول، حيث أشارت الشركة إلى أنه سيستخدم هذا المبلغ في إعادة تمويل جميع التزاماته التمويلية. قال الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول زياد مكاوي لبرنامج كلام مسؤول إن البنك يبحث أفضل الطرق الممكنة للعمل في السوق السعودي، إلا أنه لم يتخذ القرار النهائي بشأن ذلك حتى الآن، وأشار إلى أن السوق السعودي مهمة بالنسبة للبنك، ولا سيما مع إطلاقها لرؤية 2030. موضوع السعودية هو موضوع مهم جدا لنا ولغيرنا طبعا. نعم. مع يعني مشروع وال 2030 السعودي، هذا يعني لو تم نص يلي أعلن به رح يكون يعطي فرص شغل للمنطقة ككل ومش بس للمنطقة. نعم. فنحن اليوم عم ندرس الموضوع،
ما أخذنا قرار نهائي بموضوع كيف شكلية الوجود الموجود بالسعودية. طبعا هذا بيتطلب دراسة قانونية وإلى آخره، لكن في عنا اهتمام كبير بالسعودية، وهذا كمان بيجي من أنه المستثمرين، نحن طبعا بنك قطر الأول بنك قطري ومدرج على بورصة قطر، لكن عنا كمان شريحة كبيرة من المستثمرين من السعودية ومن الكويت ومن الإمارات ومن عمان، وهيدول طبعا المساهمين معنا عندهم كمان فرص وبيفتحوا لنا ابواب. فعنا دائما نحن بننظر لهالاسواق كاسواق مهمه جدا لنا. هذا كل ما لدينا مشاهدينا في هذه الحلقه من مسار السوق، نشكر لكم حسن المتابعه والشكر موصول لمعد البرنامج حازم الشيخ وايضا الاخراج جناح كنج. طبعا عطله نهايه سعيده لك رولا وللمشاهدين ان شاء الله. ولك يا شكرا ان شاء الله. الى اللقاء. هذا البرنامج برعايه مجموعه اسدان القابضه.